بسم الله الرحمن الرحيم. فاجعل اللهم صباحي هذا ونازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العدا ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير.